ايوه ايوه شمال ايوه وين نزل ايوه يمين 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 بس بس عندك عندك ايوه افرد 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 من جهتك ايوه على اليمين شوي على اليمين على اليمين ايوه ايوه خلاص كف بيركبوا بخيمة العرس يا ابو رعد فرجت واخيرا رح ناكل لحم يا اولاد رهيب دي جي ودبكي للصبح هاي احلى خبريه يا الله طيب انا علي امتحانات هذا الاسبوع كيف بدي ادرس من الصوت الف 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 مبروك يا ام عروستنا صدقي برافو عليكي يعني اقل ما فيها 3 ايام لحمه قصدي 3 ايام افراح قولي لي ان شاء الله رح تعزمي كل ستات الحاره ايوه هيك بدي اياكي اهل العريس زعلوا اي زعلوا يطاردوا شو مفكرين باخذوا البنت هيك على البارد المستريح ولا بدهم يسودوا وجهك قدام العالم اي بدهم يفتوا ويصرفوا ويعملوا قيمتكم قدام الناس ولا شو طيب طيب ماشي انا بخبرها يلا يا اختي مع السلام اماني حضري حالك بكره بدهم يحنوا العروس واحنا طبعا معزومين كمان حفله حنة اقبالك يا حبيبتي ولا ناوي يضلك قاعدة بوجهي العمر كله وبعدين مع هالقصة يا اختي يا مكريم عرفتي ايش جديد عن العريس؟ بدنا نعرف شو اصله شو فصله يا اختي شو عنده شو ما عنده شو بيعمل شو ما بيعمل شكله مش كل هالقد يا اختي شو بتقولي؟ على حساب الست ام العروس تتفشخر انه شبكة بنتها قال على حد قولها 5000 دينار خمس شو؟ محقولة؟ اي انت صدقتي يوم كريم اي هي بتسوى هالمبلغ طلعي طلعي انت انتبهي لي بس على منخارها يا بي مات ولا وعيونها اي طلعي على عيونها اي معصر ساعات ماما كأنكم ما سكتوا من اول ما دخلنا طيب على القليلة مثلوا انكم مبسوطين زقفوا لكم شوي طب انت خليكي بهمك خليكي بهمك قال مبسوطين قال على شو ننبسط يا اختي امها نافشيت لي حالها كأنها أول وآخر وحدة بتجوز بنتها ولا شو يا ست أمانة شوف عرايس آخر زمن ولا قعدت على الكرسي ولا دقيقة شوفي شوفي يا مكريم كأني شايف جريها عوج اي شليت أمل على البنت الله يسترها منكم ومن نقكم شوفي يا جماعة شو صار ياي العروس وقع مش قلت لك يا اختي جريها عوج بسيطة بسيطة إن شاء الله بسيطة هاي عين وطرقتها اسم الله عليك يا حبيبي مبروك مبروك ألف ألف مبروك طلع طلع الجيبة طالعة شكله منفضينه على الآخر الله يعوض عليكم يا جماعة بتهون بتهون إن شاء الله مبروك عمو ألف 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 مبروك بابا كثير تأخروا بالعشاء بس إن شاء الله كل هالتعب ما يطلع الفاضي الله يوفق الجميع ويكثر من الأعراس خلي الواحد يجمع لحم قلتك الواحد هالأيام ما بذوق اللحم إلا بالمناسبات يلا يا جماعة يلا يا بابا يلا بسرعة بسرعة يا بتلحق يا ما بتلحق يلا بتخافش يا بروح بتخافش لسه ما بلشوش طخ طخة شفت هينا ما لحقنا يا ولد انفت الله يرحمه نصيبه اي شو هالشغلة هاي اي الواحد ما بيعرف يكمل لقمته بالعراس طول بالك يا ابو امجد بتكملها هون هيو اجا ابو العريس اسم الله عليه صدقني انه قلبنا معك وشو بده الواحد يقول تفضلوا يا جماعة الغداء يسلم راسكم والله يعوض عليكم